أمنية شخصية؟ أمنية شخصية أريد تتجوز الثانية؟ لا واللحظة شفتها كان صديقي مثل أخويا توفى الله يرحمه مثل يا بابا الله يرحمه ممكن أصلا إحنا خرجنا امبارح من كسب العرب وسقط عاودت الباك عائلتي صابت بكورونا في حادث مرور قريب خطير ما الحمد لله سلامات سلكنا غير الحديث أختي اللي تزوجات يعني بقيت مثلا بقيت بوحدي في الدار دايما نبقى ناجحة إن شاء الله نشد الباكالوريا ديالي ونفرح والدي أمنية شخصية أمنية شخصية أريد تتجوز الثانية؟ لا ما في أمنية شخصية؟ شخصية يعني أتمنى الخير للجميع صراحة كنت منا نشد هذا الباك حيت عندي بزاف ما ندير وإلا شديته إن شاء الله راه غادي يكون من هنا لقدام ما يدار الأهل ياخذ دوري كأس عالم الأندية اللي قايدة قدام تشيلسي في النهائي وسافر أستراليا يعني وولادي حققوا طموحهم نياتي دائما نكون عم أقدم شيء جديد هلا عم سجل شيء بالاستوديو وقريبا راح أسجل أغنية خاصة بغني لنا شيء هيك شيء سريع طلب مني فضل شاكر يلا ما أقول إنساك ما أقول تنساني أنا على طول شخصية ما عندي أمنية أنا أمنيتي وطني وزائدا أطفالي يعني عندي أطفال ستة أريدهم يوم على يوم أحسن أصبروا عشان الأجواء اللي احنا فيها محتاجة صبر يهتموا أكثر يحسوا بالمسؤولية مش بس على سلامتهم مش بس الدخان أو الأرجيلي أو القعدة بالكوفي مزيد من العمل وإن شاء الله يكون خير من قدام ما يبقوش في المغرب يهاجروا حيث المغرب ما بقى فيه ما يدار باتجاه التحصيل العلمي قدر الإمكان وأن نبتعد عن موضوع العاطفية في التعامل مع الأحداث ونتكل على العقلانية لمرة أحسب ناسب نقعد يا هوا يا هوا يا هوا الله الله على الصوت الحلو والأحساس